وأخيراً ريلمي بعد انقطاع فترة طويلة عن السوق المصري بتنزل جهاز جديد ريلمي سي 25 واي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ معكم عمرو، فيديو جديد النهاردة ان شاء الله عن جهاز من شركة ريلمي، هو ريلمي سي 25 واي. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة، فعل زرار الجرس علشان تشوف الفيديوهات اللي بعد كده، وياريت تعمل لايك وشير للفيديو، ويلا ندخل بالانترو وبعدين نتكلم في المميزات. وفي فيديو النهاردة هنتكلم عن مميزات وسعر موبايل ريلمي سي 25 واي. وطبعا كالعادة اول حاجة بنتكلم عنها هي تصميم الموبايل. تصميم من قدام بيجي بشاشة نوتش ووتر دروب سكرين، وطبعا الشاشة بمساحة 6.5 انش، والشاشة هنا من نوع IPS LCD بجودة HD+ وبدقة 1600x720 بي، وبمعدل كثافة بكسلات 270 بكسل لكل انش. وطبعا الشاشة هنا بالابعاد الجديدة 20:9، والشاشة بتحتل نسبة 88.7 من الواجهة الامامية الموبايل، ودي طبعا بتخليك تقدر تستمتع لو بتتفرج على فيديو او بتلعب لعبة. اما التصميم الخلفي فالموبايل بيجي بتصميم من البلاستيك اللامع، وتحس ان الموبايل مسطر كده في ظهر، مع طبعا كاميرا ثلاثية ومعها فلاش احادي من نوع ليد فلاش، والبصمة اللي موجودة في منتصف ظهر الموبايل. تصميم بسيط، وده عادة الفئة الاقتصادية السعر من شركة ريلمي. رقم 2، اداء الموبايل. الموبايل بيجي بمعالج من شركة كوالك، والمعالج ده من نوع يونسكو T618، والمعالج هنا بتكنولوجيا ال 12 نانومتر، وكمان مع معالج رسومي من نوع ميل جي 52. رقم 3، ذاكرة الموبايل. الموبايل بيجي بنسختين في مصر، النسخة الاولانية 4 جيجا رام مع 64 جيجا بايت ذاكرة داخلية، والنسخة التانية بتيجي برضو ب 4 جيجا بايت رام مع 128 جيجا بايت ذاكرة داخلية، وطبعا النسختين بيدعموا اضافة كارت ميموري لغاية 256 جيجا. رقم 4، كاميرات الموبايل. الموبايل بيجي بثلاث كاميرات خلفيين، ومكتوب في منتصف الكاميرات ماتريكس AI كاميرا، وده طبعا عشان يبين لك ان الكاميرا بتاعت موبايل ريلمي سي 25 هي كاميرا قوية جدا. الكاميرا الاولانية ودي الكاميرا الاساسية بتاعت الموبايل بتيجي بدقة 50 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f1.8، وزي ما قلت طبعا دي الكاميرا الاساسية بتاعت الموبايل، وبتديك اداء قوي سواء كانت في الاضاءة النهارية او في الاضاءة الليلية، وطبعا هيبقى لنا تجربة مع اداء كاميرات الموبايل. اما الكاميرا التانية فبتيجي بدقة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة f2.4، ودي كاميرا المايكرو او التفاصيل الدقيقة، وبرضو هيبقى لنا تجربة اداء معاها. والكاميرا التالتة للموبايل فبتيجي بدقة 2 ميجا بكسل برضو وبفتحة عدسة f2.4 برضو، ودي طبعا كاميرا العزلة او البورتريه، وبرضو هيبقى لنا تجربة اداء معاها. اما الكاميرا الامامية للموبايل فبتيجي بدقة 8 ميجا بكسل وفتحة عدسة f2.0، والكاميرا الأمامية قليلة إلى حد ما، وكان المفروض تبقى أقوى من كده شوية. رقم 5، الأمان اللي موجود في الموبايل ريلمي سي 25 واي. الموبايل بيجي ببصمة الأصابع، ودي طبعا موجودة في ظهر الموبايل، وكمان بيدعم خاصية الفيس أنلوك. رقم 6، موبايل ريلمي سي 25، وده طبعا من نقط الأداء القوية برضو اللي موجودة في الموبايل. الموبايل بيجي بأندرويد 11 مع واجهة ريلمي UIR، ودي واجهة تعتبر واجهة قريبة من الأندرويد الخام، والواجهة دي خفيفة جدا وهتتبسط وانت بتتعامل معاها، هتحس ان الموبايل سلس شوية. رقم 7، بطارية الموبايل. الموبايل بيجي ببطارية كبيرة جدا، مساحتها 5000 ملي امبير، وكمان بيدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، وده طبعا من خلال منفذ المايكرو اللي موجود في الموبايل، وكمان بيدعم خاصية الاوتو جي برضو من خلال منفذ المايكرو، وكمان جنب منفذ المايكرو موجود منفذ 3.5 ملي الخاص بسماعات الاذن. رقم 7، موبايل ريلمي سي 25 واي بيدعم مستشعرات كتيرة زي التسارع والقرب والبصلة، وكمان بيدعم مستشعر الجيروسكوب الخاص بنظارات الفي ار. ورقم 8، موبايل ريلمي سي 25 بيجي بلونين، اللون الاسود اللي معانا النهارده، وكمان بيجي باللون الازرق. اما عن سعر موبايل ريلمي سي 25 واي فالموبايل زي ما انا قلت بيجي بنسختين في مصر. النسخه الاولانيه بتكون 64 جيجا بايت ذاكره داخليه مع 4 جيجا بايت رام، وسعر النسخه دي بيكون في مصر حوالي 2700 جنيه. اما النسخه الثانيه اللي هي 4 جيجا بايت رام مع 128 جيجا بايت ذاكره داخليه، فسعر النسخه دي حوالي 3100 جنيه. ورأيي الشخصي في الموبايل دون ان الموبايل ده من اكتر الموبايلات اللي هتديك اداء قوي في الفئة السعرية دي، وهيخليك تقدر تستمتع بشاشة كبيرة وكاميرا كويسة جدا واداء قوي في الالعاب. فطبعا الموبايل ده انا برشحه لاي حد عايز حاجة في رينج 3000 او تحت 3000 جنيه. ولغاية كده يا جماعة بنكون خلصنا مراجعة النهاردة اللي هي كانت مميزات وسعر موبايل ريلمي سي 25 واي. اتمنى ان انا اكون قدمت معلومات كافية عن موبايل النهاردة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو،
تعمل اشتراك في القناة لو ما كنتش مشترك، وتفعل زرار الجرس طبعا علشان تشوف الفيديوهات اللي بعد كده. واخيرا وليس اخيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، لا اله الا انت، واشوفكم على خير باذن الله في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشترك في القناة وفعل زرار الجرس، وما تنساش تعمل لايك للفيديو.